السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي ملف أنا ساحبه لينك، والملف دوت الأعمدة اللي فيه من أول تحت خالص لحد فوق، بس أنا عايزه لما يجي عندي في الملف بتاعي يتقسم لي لأدوار، تمام؟ بحيث إن أنا عندي الفيلات يبدأ يظهر معايا. طيب، أول حاجة الفيلات ديت أنا موجودة في الملف اللي هو مسحوب لينك، فأجي هنا في كوبي وأقول له سيلكت، واقول له ان انا عايز اخد الليفلات. الموضوع كله ممكن يتم في خطوه واحده، بس خلينا ايه نعملها واحده واحده. كوبي مالتيبل واروح مساحب كل الليفلات، تمام كده. هقول له فينيش، لازم فينيش مرتين، فينيش للسيلكت وفينيش ان انا كده خلاص خلصت الكوبي، تمام كده. الليفلات دي بقت موجوده معايا وحاسس بيها. طيب هقول له كوبي مونيتور وسيلكت واختار، واخش بقى في الاوبشن بلاقي فيه اختيار كويس قوي في الكولوم، الا هو سبليت كولومز باي ليفلز، يعني قسم لي الاعمده دي في كل ليفل احنا عندنا ليفل دوت. هقول له اوكي، تمام، واقول له كوبي واروح مختار مالتيبل واروح مختار كل الاعمده. خلي بالك انا اخترت ان يبقى فيه اعمده معماري واعمده انشائي، تمام، بحيث ان نجرب على الاثنين. هقول له فينيش، المفروض ان كل عمود فيهم بيظهر علامة واحدة، لا، ظهر عندي ان هو موجود بالشكل دوت، تمام. بقى لكل ليفل سحب عمود، واجي دلوقتي اقول له كوبي مونيتور واقول له فينش. لو تلاحظ هتلاقي العمود دوت مقسوم اهو بالشكل دوت، وكذلك العمود ده اهو برضو نفس الفكرة. فكده قدرت ان انا اسحب العمود دوت، بس اسحبه وأقسمه في نفس الوقت.